اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازايكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اجازة نص السنة خلاص قربت، وطبعا كلنا بندور على مكان يكون هادي ومريح نقضي فيه الاجازة. النهاردة جايب لكم شاليه للناس اللي بيحبوا جو اسكندرية في الشتاء، شاليه في المعمورة في الدور الثالث. دي زي ما انتوا شايفين كده، احنا قدام البحر على طول، صف اول. دي كده يا جماعة البلكونة بتاعة الشاليه، كبيرة وطبعا بتكشف البحر كله والمعمورة كلها. الشاليه غرفتين كبار وريسبشن. دي كده الانتريه بتاعنا، وطبعا الفرش بتاعه ما شاء الله نضيف جدا. كمان عندنا ترابيزة السفرة. الشاليه يشيل يا جماعة أسرة يعني من 6 أفراد أو 8 أفراد مرتاحين. دي كده الغرفة الأولانية وهي بتبص على البحر على طول. وفيها سرير كبير وسريحة ودولاب. عندنا دي كمان الغرفة التانية، فيها 2 سرير وبرضو فيها شباك بيبص على البحر، بيبص على المعمورة وعلى البحر. إيجار الشاليه ده يا جماعة إيجاره حلو جدا. هسيب لكم أرقام التليفونات عشان لو حابين تتواصلوا معاهم وتعرفوا الإيجار كام بالظبط، وكمان تحجزوا قبليها بفترة. الفرش برضو بتاع الشاليه من الحاجات النظيفة جدا، وده المطبخ فيه كل الكماليات، تلاجة وبوتاجاز وفي كاتل، في طبعا غسالة. الشاليه يا جماعة متاح للحجز في أي وقت، ودي أرقام التليفونات اللي تقدروا تحجزوا من خلالها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، ولو مش مشتركين اشتركوا معانا عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو عندكم أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات تحت وهنرد عليكم في أقرب وقت بإذن الله. شكرا لكم.